لا تنفك خطر عن استغلال محنة الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسبها عبر التودد المستمر لإسرائيل واستجداء مسؤوليها مقابل خدمة مصالح الصهاينة. وسائل إعلام عبرية فضحت الاجتماعات القطرية السرية مع القيادات الإسرائيلية. في يونيو الماضي عقد لقاء بين أفغادور ليبرمان ومحمد عبد الرحمن الثاني في قبرص. وزير الدفاع الإسرائيلي والخارجية القطري بحثا تعزيز التعاون العسكري وإعادة افتتاح مكاتب للحكومة الإسرائيلية في الدوحة. المبعوث القطري في غزة محمد العمادي التقى أيضا ليبرمان في قبرص. وفي إصرار فج على التطبيع تردد العمادي أكثر من 20 مرة على إسرائيل منذ عام 2014. العلاقات القطرية الإسرائيلية تتوطد سرا، وذلك على حساب تصفية القضية الفلسطينية.